نبدأ بالقطعة النقدية المعدنية la pièce de monnaie de 100 dinars. Le thème, bien entendu, il a été énoncé. هو الجزائر في عصر تكنولوجيات الاتصال إعلام الاتصال. فواجهة القطعة النقدية هي مشكلة من القطعة خارجية وقطعة داخلية يعني سي دي بياس بيميتاليك dans la culture du bimétallique pour des raisons de sécurité. وعندنا في الصورة نتاع الشكل نتاع القطعة النقدية هناك القمر الاصطناعي الكومسات معروف الذي يطل على الكرة الأرضية التي تبرز منها إفريقيا والتي تبرز منها الخريطة الجزائر. موجود كذلك في الداخل ثلث أرقام تواريخ لكالندريي، الأول هو الأمازيغي والثاني الميلادي والثالث الهجري، دونك موجودين في ثلاثة. كذلك على الدائرة الخارجية عندنا 10 نجوم ذو 5 أضلاع، 10 نجوم من ناحية العليا و10 نجوم من ناحية السفلى مقسومين في الوسط بال بنك الجزائر، بنك الجزائر، والعشر نجوم فوق والعشر نجوم تحت تساوي 20 نجمة مضروبة في 5 تعطينا 100، هو الرمز ل 100 دينار. هذا فيما يخص الوجه للقطعة النقدية المعدنية. فيما يخص ظهر القطعة النقدية موجود اسم بنك الجزائر، القيمة للقطعة النقدية والعملة، وداخل فيه أشكال مرسومة التي تعطي يعني بعض الصعوبة للكوبياج ولا لا. كذلك داخل الأرقام موجود مكرر قيمة ولا رقم 100 عدد مرات لتأمين القطعة النقدية بصفة أكثر مما هو موجود عليه الآن.